التوقف برضو عند مصر وما يحدث في مصر والحملة بلاها لحمة. معنا ومع حضراتكم الأستاذ عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع. أستاذ عاطف، برحب بحضرتك معنا. اهلا وسهلا يا فندم، ومساء الخير، وتحيه ليكي وتحيه لضيوفك الكرام. أشكرك جدا، تحياتنا لحضرتك. طبعا يعني حملة بلاها لحمة لاقت الحقيقة يعني زي ما بنقول ترحاب من كثير من المواطنين، وبالفعل قاموا بتنفيذها لدرجة ان احنا سامعين ان في الصعيد بدأت الأسعار تقل، وفي مناطق أخرى بدأ يدرسوا موضوع تخفيض الأسعار. فتعليق حضرتك على هذه الحملة؟ يعني هو بالتأكيد الأسعار دي يعني قضية رئيسية في أي مجتمع من المجتمعات، وهي مسؤولية مشتركة ما بين أجهزة الدولة الرقابية وما بين مقدمي الخدمة أو التجار، وأيضا على الجانب الآخر مسؤولية المستهلكين. لأن حينما يكون هناك مجتمع منظم في جماعات، يعني زي ما التجار لهم تنظيماتهم التي تدافع عنهم وهم بيديروا مصالحهم من حقهم، لكن على الجانب الآخر من حق المستهلك أن ينظم صفوفه في مواجهة التجار، بحيث هي الحياة هي جماعات ضغط، وكل من يضغط ودفاعا عن مصالحه كل ما نصل إلى اتفاق. يعني ممكن تصل الأمور في تطورها فيما بعد الناس تلتقي عبر تنظيماتها على طاولة التفاوض للوصول إلى الحلول المثلى التي تضمن حقوق الجميع. نعم، يعني لكن ده ما حدث في مصر هو وعي تلقائي من حركة المستهلكين، نتيجة أن الأمور وصلت تجاوزت الحدود التي يتحملها الناس في ظل طيب. ظروف سياسية يمر بها الوطن. فالرقابة الجزء الرقابي في أجهزة الدولة على الأسعار وعلى التجار، وأيضا كمان احنا عندنا مشكلة إن احنا عندنا في مصر لا توجد أسواق منظمة يمكن اخضاع الرقابه او تنفيذ الرقابه عليها بشكل جيد، لكن عندنا احنا الاسواق بشكل عشوائي، ممكن تبقى كل مدن وشوارع مصر كلها اسواق، فالرقابه على هذه الاسواق من قبل اجهزه الدوله تجد صعوبه لعدم وجود منظومه معينه يمكن ان اراقب وان احاسب. لذلك حينما يبرز دور المستهلك في هذه المنظومه، لأنه هو في النهاية هو اللي بيتحمل عبء هذا الجشع وعبء هذا التجاوز والزيادة في الأسعار الغير محسوبة، فهو صاحب المصلحة النهائية، لأنه هو دافع قيمة هذه التكلفة، وهو الذي يتحمل عبء ذلك على أسرته وأولاده، انتقاصا ينتقص من ميزانية أسرته لحساب بند من بنود الموازنة وإنفاقه. فلذلك بروزه بشكل تلقائي دليل وعي المجتمع المصري كأنه ينظم صفوفه، ولذلك أتمنى أن تنتهي حتى نضمن استمرار هذه الحركة. يجب أن تنتظم عبر جمعيات حماية المستهلكين، وليس نقول يعني هناك جهاز اسمه حماية المستهلك، جهاز رسمي يتبع ويراقب ويتلقى شكاوي، لكن تنظيم جمعيات لحماية المستهلكين يكون لها تعاون مع جهاز حماية المستهلك، لها تعاون مع الأجهزة الرقابية، لها تعاون مع الأجهزة التنفيذية التي تقوم على تقديم الخدمة ورقابة الأسواق. فالمؤشرات التي حدثت وتلقاها من جميع المحافظات هي مبشر جيد على بروز وعي مجتمعي بأن مواجهة جشع التجار والأسعار، لأن في كل الأزمات في كل العالم وعبر كل العصور في تجار الأزمات أو أثرياء الأزمات، أثرياء الأزمات في وقت كل أزمة يبرز على السطح يعني طبقة يعني تغتني وتسري من على حساب معاناة طبقات أخرى. فهذا الأمر مؤشر جيد، وهو دعوة للجماهير لحملة جديدة أخرى يعني في كثير من السلع، في مواجهة أي سلعة، ليس اللحم فقط، اللحوم فقط، ولكن يمكن تطبيق هذه الحملة والاستفادة من جوانبها الإيجابية والتلقائية التي نفذت بها، ونحاول أن نقيمها ونؤثرها في إطارات قانونية لها المسؤولية ولها حق الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرار، لنضمن استمرارها حتى لا تنتهي وتكون طفرة في مواجهة حدث معين أو سلعة معينة، ثم سرعان ما تنتهي سيعود طيب، ما مرة هو أخرى عشان سرعان التجار ما أو يعني الجزم. عشان نضمن انها لا تنتهي، يعني انه يجب ان يكون هناك تفعيل قوي لدور الدولة. يعني انا يعني في كلام حضرتك طبعا اشرت لانه الدولة والامور السياسية واللي بتمر بها الدولة، لكن ده الحقيقة يعني ما يعتبرش زي ما بنقول كده يعني
يعني مش سبب كافي لأنه الدولة مش قادرة تحكم هذا الأمر، لأنه قبل كده حتى في عدم وجود أزمات في مصر كان هناك ارتفاع في الأسعار، وكان هناك عدم ولم يكن هناك رقابة كافية. فنأمل بصراحة أن مش بس المواطنين، طبعا احنا بنقدر تشجيع حضراتكم كحزب التجمع والأحزاب الأخرى أيضا، وأن دي فعلا حملة أتت بثمار، وأنه يا ريت تتكرر في سلع أخرى، ولكن يجب على الدولة ان هي تفهم انه او ان تعي الدور الواجب ان هي تقوم به في يعني في مواجهة هذه الامور. يعني اعتقد ده مهم جدا. يعني اضافه لكلام حضرتك، لقد جاءت الفرصه الذهبيه لاجهزه الدوله ان بالظبط. يكون هناك مشاركه شعبيه، على الدوله اجهزه الدوله ان تلتقط هذا الخيط وتغزل منه منظومه تضمن مشاركه الجماهير، لان الجماهير لو انا احضرت جهدها دلوقتي وانتهى الموضوع بانتهاء الازمه وخلافه كده، فمعناها هيبقى صعب استعاده مبادره الجماهير. ونحن في بالظبط. حزب التجمع لدينا برنامج اسمه المشاركه الشعبيه، بمعنى الجماهير عندما تشارك في اداره شؤون بلادها بتكون اكثر حيويه واكثر قابليه للتضحيه واكثر قابليه للاستجابه في اي موقف عام يخص الدوله. لذا على نعم. اجهزه الدوله، وانا من خلال قناتكم المحترمه وتناولكم لهذا الموضوع، يعني اناشد اجهزه الدوله وسواء جهاز حمايه المستهلك ووزاره التموين والاجهزه في المحليه والتنفيذيه ان تلتقط هذا الخيط ولا تهدر وتجهد حركه الجماهير العفويه وتجعلها حاله دائمه، لان الجماهير المشاركه فيها لا تاتي بطفره، لان اذا صحيح. اعتمدنا على الطفرات والموسميه سرعان ما نفقد مشاركه الجماهير ويبقى نصل الى الحاله السلبيه. هذه نعم. حاله ايجابيه يجب على اجهزه الدوله ان تبني عليها تشجيعها. وتحسن ثمارها في صحيح. التعليم وفي مواجهة الصحة. ما أنا عندي مشاكل، عندي مشاكل الدروس الخصوصية وما تتحمله الأسرة المصرية بمليارات من الجنيهات تدفعها دروس خصوصية على حساب مجانية التعليم. عندي في الصحة أيضا جشع بعض الأطباء وارتفاع تكلفة العلاج وتدهورها في المستشفيات. معناها مشاركة الجماهير ستنعكس على كافة قطاعات المجتمع، ودي الفرصة الذهبية اللي ممكن نلتقطها في جزئية صغيرة، فعلينا أن ننتج منها حالة مجتمعية وتزيد من إيجابية المواطنين نعم للمساهمة نعم والمشاركة مع المجتمع ومع الدولة. صحيح. يعني أنا بشكر حضرتك أيضا يعني لهذا، يعني زي ما بنقول لهذه الدعوة معنا، وإنه نأمل إن الدولة فعلا تستجيب حتى لا تكون يعني حتى لا تختفي مثل هذه الدعوات المجتمعية، وتكون دعم ل يعني مع الشعب لمواجهة جشع التجار ولمواجهة أي نوع من أنواع الفساد، أو زي ما حضرتك ذكرت أكثر من موضوع، الدروس الخصوصية، المستشفيات، ارتفاع أسعار أيضا أجرة الأطباء، كل دي أمور يجب على الدولة أن يعني تهتم بها، ويعني وتدرك أنه هيكون في وقوف للجماهير ووقوف شعبي كبير جدا. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عاطف مغاوري نائب رئيس شكرا. حزب التجمع وجود حضرتك، ونأمل الاستجابة من قبل الدولة إن شاء الله. طيب عندنا